برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بحضور الاحتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2018 تحت شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي الذي أقيم في مبنى بلدية المنامة. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية مسجلة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء والتي لم تغب يوما عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت فصنعت مجد وطنها. ولا يسعنا في هذا التقليد السنوي المبارك الذي نفتتح به موسم أعيادنا الوطنية المجيدة إلا أن نحيي الأداء المسؤول والنتائج الطيبة لمشاركة نساء البحرين في الانتخابات التشريعية والبلدية التي لها من التقدير ما يجعلها شريكا جديرا في إدارة ميادين العمل والحياة، لتبقى وكما عهدناها على الدوام خير من يعلو بشأن وطنه. وكل عام والجميع بخير. وبهذه المناسبة أعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن عظيم تقديرها وامتنانها لتكرم جلالته حفظه الله ورعاه بتوجيه كلمة سامية إلى المرأة البحرينية في يومها، الأمر الذي يؤكد مجددا حرص جلالته على أن تحظى المرأة البحرينية بالمكانة اللائقة كشريك أصيل في مسيرة التنمية الوطنية. وأكدت سموها أن رسالة جلالة الملك المفدى للمرأة البحرينية في يومها تزيدها فخرا واعتزازا بانتمائها لهذا البلد المعطاء الذي وفر لها جميع أسباب التقدم والارتقاء وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات. ولفتت سموها إلى أن الملك المفدى حرص منذ الإعلان عن مناسبة يوم المرأة البحرينية في مملكة البحرين على دعم هذه المبادرة ومتابعة نتائجها منذ تخصيص مناسبة وطنية للمرأة البحرينية في العام 2008 تحت رعاية جلالته. وأكدت سموها حفظها الله أن يوم المرأة البحرينية استطاع عبر هدف تخصيصه كمناسبة وطنية سنوية أن يكون منصة مثالية نستدعي من خلالها المكتسبات والإنجازات التي جاءت للمرأة البحرينية وتمكنت بدورها من المحافظة عليها والارتقاء بنتائجها، وهي كذلك فرصة للاعتزاز بمسيرتها الحافلة بالعطاء ومناسبة دائما يتجدد فيها الفخر والاعتزاز بابنة الوطن. واختتمت سموها تصريحها بالإشارة إلى أن التفاعل المشكور والمقدر لمؤسسات الدولة ومن مختلف القطاعات بهذه المناسبة يأتي معبرا عن حجم الاحترام والاعتزاز الذي يكنه المجتمع البحريني للمرأة. هذا وقد تضمن الاحتفال عرضا سينمائيا توثيقي يجسد رحلة عطاء المرأة البحرينية عبر المسيرة الوطنية لبناء دولة البحرين الحديثة. بعد ذلك تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الاحتفال بتكريم البحرينيات اللواتي شغلن عضوية مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية منذ العام 2000 وحتى العام 2014. وباركت سموها للعضوات الفائزات في عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية 2018-2022 واللواتي تشرفنا بصورة تذكارية مع سموها في نهاية الاحتفال. كلمة مواطن بين رجال ومرأة.
الاثنين في واحد، مثل طعم الحلا في سكر. إنها سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تتوالى جهودها الخيرة لرفعة أهلها ونهضة وطنها. هذه المفدى حاسمة ومثبتة لحقبة جديدة توالت فيها مكتسبات المرأة. 2002 فانطلقت من تلك الإرادة الوطنية، فهي جزء أصيل من المنظومة العدلية ومساهم في الشأن الدبلوماسي وممثل عن الإرادة الشعبية في المجلس النيابي.